لكل البنات والستات كل اللي حواليك هيسألوكي ايه سر الريحة الحلوة دي، على طول هتكون ريحتك حلوة بدون برفان. يوميا هناخد شاور بأي نوع شاور جيل، لكن النوع ده كريمي جدا بيبقى زي الملك على الجسم. مزيل العرق معانا اساسي، اي نوع ديودرون هنحط فيه الاماكن الحساسه، الاندر ارم، وكمان المنطقه اللي ما بين الفخذين، عشان ريحه العرق بتكون في المنطقه دي قويه قوي. والسر اللي هيخلي ريحتك وانت رايحه وانت جايه مهفهفه كده، اي نوع زيت عطري بعد ما بناخد الشاور بتكون مسام جسمنا مفتحه، هنحطها على اماكن النبض ورا الودان، هنا هنا، والحته السريه اللي ورا الركبه. وادعي لياسمينة لايك وشير وسبسكرايب. العناية بالمنطقة الحساسة والمؤخرة لكل البنات والستات والعرايس اللي بتبقى متوترة في أول الجواز وعايزة على طول تحافظ على ريحة المنطقة دي. ريحة المنطقة دي بتبقى بسبب حاجتين، بسبب الشعر والفطريات والبكتيريا وبسبب العرق. طب إيه الروتين اللي هنعمله ياسمين؟ أول حاجة إزالة الشعر بأمواس الحلاقة، عشان نعمل الموضوع ده مرتين في الأسبوع. أهم شيء بنستخدم مزيل شاور جيل بيكون كريمي أو فيه موسترايزر. اللي بيطلع لها حبوب بتستخدم مضاد حيوي زي الجراميسين او الفيوسيدين. الترطيب باستخدام مرطبات طبيه زي اللي قدامكم دي. وريحه العرق بنعمل بين الفخذين اللي هي البيكيني لاين، ملناش دعوه بهنا خالص، احنا بنحط مزيل العرق هنا عشان يقلل لنا ريحه العرق. شاركي الفيديو لكل صحباتك واكتبي لي تعليق حلو واوعي تنسي اللايك. وصفه لتوريد الجسم والمناطق الحساسه، عندنا العكر الفاسي الطبيعي حسب بشرتك، لو بشرتك جافه هتحطي كريم، لو بشرتك دهنية هتحطي لوشن. عندنا هنا زي نيفيا لوشن او حتى لونا، سعره على قد الايد كده في حدود 25 جنيه، وهتحطيهم مع بعض وتحطي شوية من العكر الفاسي وتخلطيهم مع بعض وتدهني جسمك بعد ما نبقى عملنا روتين الحمام المغربي او خدتي شاور كده بالليفة حلو ودعكتي جسمك. وتوريد احلى حاجة لتوريد الجسم والمناطق الحساسة. للعرايس اللي متجوزة من كام سنة وعايزة تفتكر ايام الجواز الاولى، والستات اللي عايزة كده تجدد وتعمل حاجة جديدة، استعدادات لليلة خاصة مع جوزك كده تدلعيه وتدلعي نفسك ونعف بعض، استخدمي مزيل عرق ريحته مميزة خاص بالموضوع ده. طبعا العطور وملمع الجسم والمورد ضروري جدا، واستخدمي ألوان لانجري جديدة ومفرحة ومختلفة عن المعتاد عليها، هتفرق معاكي جدا. للعرايس المتزوجات هو ده الدلع اللي هيخليكي تنوري في الضلمة، التفاصيل الصغيرة بتفرق مع الزوج، شبعي عينين زوجك عشان ما يبصش بره. يا بنات انا الخلطه دي هسميها الخلطه الثلاثيه الجباره، فعلا تنعيم تعطير لايت، بتدي نور للجسم، بتفرق جدا في ملمس وشكل جسمك. بس طبعا زي ما قلنا لازم نبقى عاملين ازاله شعر عشان الحاجه تبقى معموله على نظافه كده وتوصلي لليفل الوحش. طيب اللي هتقولي انا ما عنديش يا ياسمين الزيوت الخام، الزيت اللي هو العطري الخام ده، ايه البديل؟ البديل خلطه الزيوت اللي احنا عملناها في فيديو المساج الزوجي، لو ما شفتوهوش بعد ما يخلص الفيديو ده وتروحي شوفيه يا ست كل، هتلاقيه في ملف النصائح للعرايس والمتزوجات. قلنا زيت لوز، زيت جوجوبا، ومعاهم زيت ورد وفل وياسمين ولافندر، وهتحطي عليه البودر بتاعه الهايلايت وترجي قبل الاستخدام، ونحطها على جسمنا كده، وربنا يسعد كل عروسه ويسعد كل زوجه ويصلح ما بين كل زوجين. صدقوني يا بنات بحاول ان انا ايه اساعدكم باقصى طاقه ليا، وبقعد في الفيديوهات. اللي بطلبه منكم ان انت تعملي لايك للفيديو وتشاركيه لكل اصحابك وقرايبك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، ومستنيه تعليقاتكم الحلوه. وشكرا لي. مساء الخير يا بنات. في سيده متزوجه بعتت لي بتقول لي انا مهما بستحمى ومهما مهتمه بنظافتي الشخصيه ريحه عرقي وحشه، وخصوصا منطقه اسفل الثدي. لو انت بتعاني من المشكله دي معنى كده ان جسمك فيه فطريات وبكتيريا ريحتها كريهه هي اللي بتسبب رائحه العرق الكريهة دي. الحل ان حضرتك تستحمي ببيتادين شامبون، يعني هتستخدميه بدل الشاور جيل كده مرتين في الاسبوع لمده شهر، يعني هيخلص جسمك من البكتيريا والفطريات، مع طبعا اننا بنقلل في الاكلات اللي بتزود الروائح النفاذه في العرق زي البصل او الثوم او شرب الحلبه. وشوفي الفيديو اللي عملته مع دكتوره ساره دكتوره الجلديه عن ازاله رائحه العرق واسباب رائحه العرق على قناتي معايا ياسمينة للبنات والستات.